السلام عليكم طلاب، اليوم وصلنا للمحاضرة السادسة والأخيرة من اليونت السادس. بعدنا مكملين بالباسف، شلون أحول من أكتف إلى باسف، لكن الزمن حناخذ اليوم هو الباس بيرفكت، يقصد به الماضي تام. طبعاً الماضي تام ما بي تايم أدفيرب محدد، يعني مثل الولد بعد شوية نشرحها، إنه إذا شفت تومورو ولا نيكس ولا غيرها إنه تستخدم هذا الموضوع. لا، الماضي تام تفهمه من خلال معنى الجملة، أو ممكن يجيني مربوط ويا زمن ثاني بأحد الأدوات اللي هي أغلبها اللي تجي وياها، if, because, after, before, when، أو ممكن أفهمه من معنى الجملة. الماضي التام يقصد به حدث يحدث بالزمن الماضي ويتم أيضا بالماضي، تمام أمي؟ وإذا كان جاي ويا زمن آخر فهو راح يكون الزمن الأقدم أو الزمن الأول شيء صار. قانونه، أو قبل لا أروح على قانونه، إذا شوف هذول الأدوات if, because, after, before, when، تقدر تستدل منهم على مكان أو على زمن الماضي تام. يعني إذا كانت ال if بالthird conditional، جملة ال if يعني حتكون دائما ماضي تام، بالthird conditional جملة ال if ليش حتكون ماضي تام؟ يعني إذا تشوفهم دل على ندم أو دل على أحداث خيالية، جملة ال if تحولها ماضي تام. Because كل ما تشوف because أو after اللي بعدها أيضا حيكون شنو؟ ماضي تام. من نشوف before أو when الجملة المعاكسة إلها هو ماضي تام. شلون عندي هسا هذه الجملة؟ هذه جملة الوين ماضي بسيط، لكن الجملة المعاكسة يقصد بها الجملة الثانية، إن هو جملتين حيجي مربوط ماضي تام. أوكي ماما؟ ما عدا ذولا تقدر تعتمد وين على معنى الجملة. نجي على قانونه بالأكتف وقانونه بالباسف. إذا كان أكتف قانون حيكون فاعل، هاد إذا مثبت وهادنت إذا نفي، زائد تصريف ثالث للفعل. هذا شنو؟ إذا كان أكتف. زين، for example someone had stolen my credit card. Oh, I had prepared my suitcase before I went out. إذا انطاني جملة بالماضي التام وهسه يريد مني أحولها لل، هي جملة أكتف وأحولها إلى باسف، شلون أحولها؟ أتبع أربع خطوات، نفس الأربع خطوات اللي إحنا نعتمد عليها، إنه مفعول به حذف فاعل، تقديم مفعول به فعل مساعد، تصريف ثالث. لكن مثل ما أكد لك بكل مرة إنه راح يصير الاختلاف بس بالفعل المساعد. هنا شنو حيكون؟ حذف فاعل، تقديم مفعول به، فعل مساعد، بس هالمرة الفعل المساعد شنو؟ هو ايش مستخدم؟ had. إذا هنا أيضا وش راح استخدم؟ had وإشارة التام بن وراها تصريف ثالث للفعل. إذا هالمرة الفعل المساعد had وإشارة التام بن، ثلاث إشارات صار عندك، being للمستمر والبن للتام، وبعد شوية تلاح أشرح لك المستقبل بي، يعني أستخدم بي وياه. هسا نجي إذا أريد أطبق someone had stolen my credit card. نجي هسا أول خطوة أقسم حتى أتبع الخطوات هذه، لأن إيش راح يكون عندي بالباس بيا قانون هذا اللي هو مفعول به had or hadn't been وتصريف ثالث للفعل. نجي نطبق someone فاعل، تمام؟ had stolen فعل تام، لكن هالمرة بالماضي مو مثل هذيك المرة، مو مثل المضارع التام. my credit card شنو هذا؟ مفعول. اجي ايش اسوي هسه؟ احذف فاعل، ايش اقدم مفعول به؟ وينه؟ my credit card. الخطوة الثانية فعل مساعد، بما انه ماضي تام شنو فعل مساعد؟ هذا إشارة التام بن. تصريف الثالث هو أصلاً موجود استولن. يعني شنو القانون اللي طبقته أني؟ مفعول به had or hadn't، إشارة التام وتصريف ثالث للفعل. زين نجي I had prepared my suitcase before I went out. I فاعل، had prepared فعل تام، my suitcase مفعول به. الباقي ايش اسوي؟ اقطع انزل.
هسه ايش اسوي؟ حذف فاعل تقديم مفعول به. وينه؟ ماي سوت كيس. فعل مساعد شنو؟ هاد. شلون اعرف هاد؟ هو اصلا موجود هنا. إشارة تام بن. تصريف ثالث prepared. صارت my suitcase had been prepared before I went out. تمام لهنا. هذا من أحول من active إلى passive. أحذف فاعل قدم مفعول به. فعل مساعد اللي هو had وإشارة التام بن. تصريف ثالث للفعل. إذا هنا صارت my suitcase had been prepared before I went out. هسا نجي وين؟ نجي على الطريقة الثانية اللي هي correct. When it was time to go, عندما كان حان وقته الذهاب, I still لازلت not find, لم أجد my password, جواز السفر. هنا بش مربوطة بالوين؟ رايد مني إنه أصحح ما بين أقواس. أولاً لازم عالزمن، وثانياً أشوف أكتب ولا باسل. قلنا الجملة المعاكسة أو الحدث الثاني أو الجملة الثانية مال الوين بيش تنحط بالتام. وإذا قلت لي أكو وين باليونت الأول تجمع ماضي بسيط وماضي مستمر، هذه إن شاء الله من أشرح لك إياها فهمك عليها حتى تقدر تميزها عن هذه أم الهاد. تمام، إذا هذه الجملة بيش تنحط بالماضي التام. زين، وش عندي أني؟ I not find، أنا لم أجد. يعني هنا I فاعل ولا مفعول به؟ فاعل. أني اللي ملقيت جواز السفر، أني اللي قمت بالفعل. إذا هذا شنو؟ أكتب ولا باسل؟ أكتب. يعني أحل بهذه الطريقة لو بهذه الطريقة؟ هذه الطريقة. ليش؟ طريقة المبني للمعلوم. ليش؟ لأن أكو فاعل. إذا نحصر هنا هدنت فوند. ليش هدنت فوند؟ ليش ما خليت أني بن؟ لأن مبدوء فاعل مو بمفعول به. تمام يا؟ نجي هسا هنا على الجملة الأخ. I complained to the manager. أني اشتكيت المدير للمدير. Because the manager of the hotel. Because our rooms and غرفنا not clean before. لم تنظف. هنا أنا إيش عندي؟ because. أنا إيش قلت لك قبل شوية إنه ورا because شنو؟ تام. إذا هذه بيش تنحل بالتام. بس خلي أشوف أكتب ولا باسل. Our rooms غرفنا not clean لم تنظف. يعني الغرف هي اللي قامت بفعل التنظيف. لو أكو شخص ما قام بهذا الفعل نظفها أو ما نظفها ما موجود ما مذكر بالجملة. أكو شخص ما قام بعملية التنظيف للغرف. يعني هذا شنو؟ مبنية للمجهول. يعني استخدم هذا لو هذا القانون راح استخدم قانون الباسف اللي هي وهاد أو هادنت بن وتصريف ثالث. إذا حيصير الحل عندي هنا هادنت بن تصريف ثالث اللي كلين اكليد. تمام يا انت عندي الماضي التام والأمثلة الوزارية الأكثر شيء كانت موجودة أنا ذكرتها هنا وحالتها إليك. هسا ننتقل الزمن آخر اللي هو شنو؟ ماضي سوري الفيوتشر مستقبل. اي حدث يصير بعد ساعة او بعد يوم او بعد سنة بعد 100 سنة هو مستقبل. اقدر اميزه من tomorrow, next, in the morning او at the end. مو بس دول هواية، يعني هواية دلائل للمستقبل، بس هذه الاكثر شيء مستخدمة وهي امثلتك الوزارية اللي هنا. واذا ما فهم المستقبل بشكل كامل كأكتب تابعنا بالمحاضرات الجاية باليونت السابع أو باليونت الثالث أشرحها بالتفصيل. مبدئياً بس حتى يخدم موضوعي هنا إذا شوف tomorrow next in the morning أو at the end يعني هذا مستقبل. وأرجع أنوه أكو دلائل أخرى أيضاً للمستقبل لكن نأخذها بمحاضرة خاصة بس للمستقبل. إذا كان بالأكتف قانونه هو فاعل will أو want وراه يفعل شي يكون مجرد. فاعل will I want والفعل شي يكون مجرد. For example the manager will make the decision or someone will grade our homework over the weekend
or my father will pay the bill tomorrow. إذا أعطاني جملة active بالغل ورايد من عندي أحولها إلى باسف هم بالغل. قانون شنو؟ نفس أربع خطوات، لكن الاختلاف هالمرين بالفعل المساعد. فخطواتي هي حذف الفاعل، تقديم مفعول به، فعل مساعد هو من هو؟ will. إذا أكو will يعني تنزل will، ممكن يصير بالكان تنزل كان، أو ممكن بالمي تنزل مي. وراها شنو؟ إشارة مجرد. ليش إشارة مجرد؟ كل باسف لازم أكو تصريف ثالث للفعل، والول أصلا إحنا شبيها تجي وراها مجرد، فما يصير أخلي will وراها مجرد، فحتكون إشارة المجرد هو شنو؟ بي. إذا will بي وراها شنو؟ تصريف ثالث للفعل. يعني قانوني بل يعني قانوني مبني للمجهول مفعول به will أو want be والتصريف ثالث للفعل. مفعول به will أو want be والتصريف ثالث للفعل. أجي أحول هسه the manager هنا فاعل، تمام؟ will make فعل مستقبل، the decision مفعول به. ايش اسوي هسه اني؟ احذف الفاعل، تمام؟ ايش اسوي؟ اقدم مفعول به اللي هو شنو؟ the decision. اوكي؟ زين برا ايش اخلي؟ فعل مساعد منو؟ will be تصريف ثالث للميك شنو؟ made. خلينا حذفت فاعل، قدمت مفعول به، will إشارة مجرد، تصريف ثالث للفعل. someone هنا شنو؟ فاعل. will grade فعل مستقبل. our homework مفعول به، أقطع وأنزل الباقي اللي هو شنو؟ over the weekend. أرجع على الخطوة الأولى، أحذف someone، ش أقدم مفعول به وشنو؟ our home work فعل مساعد will إشارة مجرد be تصريف ثالث للجريد شنو؟ أضيف لها فقط دي graded. تمام أمي؟ هسا نجي للمثال الثالث. my father will pay the bill tomorrow. my father will pay the bill tomorrow. my father شبي فاعل، will pay فعل مستقبل، the bill مفعول به، أقطع الباقي أنزله. حذفت فاعل، شو أجيب هسه مفعول به وينها؟ the bill. فعل مساعد will، إشارة مجرد بي، تصريف ثالث للبي شنو؟ بي تمور. تمام يا؟ هذا من أريد أحول من أكتف إلى باسف عندي من يكون ول. أما إذا كان وإذا مي نفس الخطوات بالضبط، لكن مكان الول كان أو مكان الوانت كانت. يقولي شلون أعرف أنه كان لا ول؟ هو اللي موجود عندك بالجملة. إذا كانت الجملة بالول تطبق الول، بالكان نفس الخطوات لكن مكان الول كان. تمام يا؟ هذا يعني ما جاي هواي بزاري، أكثر شيء على الول جاي. Your name هسه نجي على إذا كان correct تصحيح ما بين أقواس. Your name and address print on your checks. اسمك وعنوانك راح يطبع وين؟ على الصكوك. أولين أكتب ولا باسل؟ Your name and address اسمك وعنوانك print يطبع on your checks على شيك مالتك. هنا your name and address فاعل لو مفعول به؟ مفعول به، لأن اسمك والعنوان حتى انطبع. من اللي يطبعها؟ شخص ما موجود، يعني ما مذكور بالجملة، الفاعل ما مذكور. إذا هنا شنو؟ مفعول به. يعني شو أطبق؟ قانون المفعول به اللي هو شنو؟ أبو الول. حصير your name and address will be
rented. تمام؟ زين. لويش قلنا؟ لأنه مبني للمجهول. لويش؟ لأن مبدوء مفعول به شخص الوقع عليه تأثير الفعل مو اللي قام بالفعل الطبقة. She helped me. هي تساعدني. In my next where. إيش عندي هنا؟ عندي next إشارة مستقبل. زين تمام. أكتب ولا باسل؟ She helped me. هي تساعدني. إذا she هنا اللي هي معناها هي. هي اللي قامت بالفعل لوقع عليها تأثير الفعل. She helped me. هي تساعدني. هي اللي قامت بالفعل. إذا هذا شنو؟ أكتب وراح أصير she will help me. شو اتبعت يا قانون؟ قانون أبو الفاعل الأكتب مو قانون المبني المجهول أبو المفعول به. إذا لهنا إن شاء الله يكون ختمنا grammar unit السادس. أي شيء ما فاهمه ممكن أنت تتواصل وياي. واللي عنده سؤال هم ممكن تتواصل وياي. اليونت السادس ما نختم هذه بس الجرامر. لكن عندك أسئلة القطع مرادفات معاني كلش مهمة. حتى جرامر ما تقدر تضبطه إذا ما كان مفرداتك قوية. لإشتقاقات كليتها موجودة بالملزمة وممكن إذا صار وقت أنزل لكم إياها شرح. وبالتوفيق إن شاء الله.